الآن نشرة الأخبار مع سؤد الطارق. نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. الأنبار ومحافظات أخرى تبدأ حملات التطعيم، واللجنة العليا تؤكد لا تغيير على أوقات حظر التجوال في البلاد. كردستان تكشف عن المتورطين بقصف أربيل، وصواريخ جراد تستهدف عين الأسد، فيما الكاظمي يتوعد لن نسمح بمنطق السلاح ولا أحد فوق القانون. على وقع استياء التاجر والمواطن من ارتفاع الأسعار، وزير المالية يعلنها خفض قيمة الدينار لا رجعة فيه. وجلسة تخلو من الأبرز، البرلمان يستجوب الخوالدي ويضع قانوني الموازنة والاتحادية في الأدراج. والبابا يؤكد سأزور العراق رغم الهجمات، ومئة شخصية مسلمة ستنضم لصلاة يقيمها في بغداد. أهلا من جديد. البداية من المشهد الصحي، حيث أعلنت اللجنة العليا استمرار العمل بتوقيتات فرض حظر التجوال في بغداد والمحافظات، فيما خول مجلس الوزراء وزير الصحة للبت في قرار فرض حظر شامل للتجوال طوال الأسبوع المقبل من عدمه، وذلك بالتزامن مع انطلاق عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأنبار ومحافظات أخرى، وذلك بعد وصول اللقاح الصيني إلى دوائر الصحة في المحافظات. وبدأت محافظات نينوى وصلاح الدين هي الأخرى بالتطعيم بلقاح سينوفارم الصيني، وقد وزعت الجرعات بين المحافظات حسب النسب السكانية لكل محافظة وليس على معيار المؤشرات الوبائية. اليوم بدأنا بحملة التطعيم ضد مرض كورونا فيروس. الآن نحن في قطاع رمادي الأول، مركز صحة الأندلس، وأحد المنافذ المفتوحة في مدينة رمادي. الحقيقة فيما يخص شركة فايزر، فتحنا منفذين، هو في مستشفى الفلوجة التعليمي ومستشفى رمادي التعليمي. مثل ما تعرفون عملية الخزن تختلف، لأن هي من ناقص 70 إلى ناقص 80 درجة مئوية. أما لقاح سينوفارم الصيني اللي وصلنا عن طريق كيماديا، لا، العملية التوزيع عن طريق المراكز الصحية، لأن الخزن يختلف، هو نفس اللقاحات العادية. اليوم بدأنا بالوجبة الأولى، الدفعة الأولى هم الأطباء والكوادر الصحية اللي يعملون بمراكز وردهات كورونا الموجودة في مدينة رمادي. أيضا فتحنا منافذ بكل الأغذية، الآن هناك تلقيحات موجودة في قطاع الفلوجة، موجودة في حديثة، هيت، باقي الأغذية. حقيقة الوجبة الأولى وصلتنا 2300 جرعة، هي تكفي ل 1150 شخص فقط، وأكو جرعات إن شاء الله عن قريب في الأسبوع القادم والأسبوع اللي بعده. وفي الفلوجة أعلن مدير الصحة الدكتور أحمد سالم الجناب انطلاق أولى جلسات التطعيم في قضاء الفلوجة، مشيرا إلى استمرار الجهود من أجل محاربة انتشار الفيروس. الحقيقة اليوم افتتحنا أول جلسة لقاح لهذا التطعيم، وحقيقة احنا بالبداية كان التوجه هو تلقيح جميع العاملين في المؤسسات الصحية، خط الصد الأول، والعاملين في الردهات، والعاملين في المستشفيات. وبهذا إن شاء الله احنا بدأنا هذا اليوم أول يوم لجلسات التطعيم، وإن شاء الله مستمرين. وحقيقة وزارة الصحة العراقية مشكورة، تسعى دائما لتوفير اللقاحات للمواطنين، وفي الأسابيع القادمة سيتم توفير لقاحات إن شاء الله تكفي جميع المواطنين، وسنواصل العمل ليلا ونهارا في سبيل إن شاء الله الحد من انتشار هذا الفيروس. أما الآن ينضم إلينا مراسلنا في مدينة الفلوجة سلام خالد. أهلا بك سلام. سلام، إذن انطلقت حملة التطعيم في مدينة الفلوجة، لو تضعنا في تطورات تلك الحملة والفئات المستهدفة أيضا.
نعم سؤدد، كما هو معلوم انطلقت اليوم حملات التطعيم في محافظة الأنبار ضد فيروس كورونا، ولن أعيد ما قاله الأطباء في صحة الأنبار أو في صحة الفلوجة. الفئات المشمولة في هذا اللقاح في الوجبة الأولى هي القطاع الصحي العاملين من الجيش الأبيض فضلا عن القوات الأمنية والذين هم بتماس وما يسمى بخط الصد الأول من الدفاع المدني والمرور والجيش والشرطة وحتى الصحفيين يكونون مشمولون في الوجبات الأولى من هذا التطعيم. كما قال مدير صحة الأنبار هناك 2300 جرعة وصلت إلى الأنبار باعتبار كل شخص يحتاج إلى جرعتين، فالعدد هو 1150 شخص سيتلقون هذا اللقاح بواقع 21 يوم بين التطعيم الأول والتطعيم الثاني. اللقاح يشمل الأشخاص من 18 سنة صاعدا ما عدا الأطفال والحوامل، فضلا عن قد يحصل بعض ارتفاع في الحرارة أو ألم في مكان التطعيم الذي يكون في الكتف إضافة إلى صداع، ولكن الجهات الصحية تؤكد أن هذه اللقاحات هي لقاحات آمنة ومجربة وتم استخدامها في دول الخليج وبعض المناطق من دول العالم، فبالتالي هي لقاحات آمنة. بالنسبة لصحة الفلوجة تم تخصيص 10 مراكز صحية من أجل هذا اللقاح. هذا الذي يقع خلفي اليوم هو مستشفى الفلوج، هو أحد الأماكن أو ما تعرف بالسوبرفايزر لتخزين اللقاحات التي تحتاج إلى درجة حرارة 70 تحت الصفر. بالتالي يعني موضوع هناك ربما عزوف، ولكن نعم. يعني يبقى وفي هذه النقطة تحديدا سلام بإقناع نعم. المواطن في هذه النقطة بالتحديد كيف تجرى أو كيف يعني وضعت صحة الأنبار آليات معينة للتسجيل للحصول على التطعيم؟ هل هناك من آليات معينة؟ يعني بداية نعم بداية يعني صحة الأنبار اليوم بدأت يعني بالعاملين في ردهات العزل الخاصة بكورونا، يعني في الرمادي الدكتور حسام الدليمي كان أول من تم تطعيمه بهذا اللقاح، وفي الفلوج الدكتور أحمد سالم مدير قطاع الرعاية الصحية هو أول من تلقى اللقاح في الفلوجة من أجل بعث رسالة اطمئنان للمواطنين أن هذا اللقاح آمن وليست فيه مضاعفات بسبب ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا. أما عن الآلية فأنا أعتقد الوجبات الأولى ستكون للجهات المستهدفة اللي هي القوات الأمنية والجيش الأبيض، أما المواطنين فوزارة الصحة ستخصص موقع إلكتروني خاص للمواطنين من أجل أن يتم الحجز من أجل التطعيم، علما أن اللقاح هو كأي جدول لقاح في العراق يكون مجانا من قبل وزارة الصحة. نعم سؤالي. إذن مراسلنا من مدينة الفلوجة سلام خالد، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. إلى نينوى حيث انطلقت عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاح الصيني إليها، حيث شهدت المرحلة الأولى تطعيم الكوادر الصحية العاملة في مستشفيات العزل والمختبرات وردهات الطوارئ. بدوره أوضح مدير صحة نينوى فلاح الطائي أن الدفعة الأولية من اللقاح التي تسلمتها المحافظة هي 5000 جرعة، مبينا أن إجمالي عدد الجرعات المخصصة للمحافظة يبلغ 800,000 جرعة. وأشار الطائي إلى أن قلة عدد الجرعات حدت من عدد الفئات المشمولة بالتطعيم. الحمد لله وصل اللقاح واليوم قمنا بإعطاء الجرعة الأولى. أما فيما يخص المشمولين بهذا اللقاح هم الكوادر دائرة صحة اثنين والأبطال والذين والأولوية لمن يعمل في مستشفيات العزل والحجر وكذلك في المختبرات والطوارئ. الكمية التي وصلت إخواني هي ما يقارب 5000 جرعة، ومن ناحية أخرى إخواني أيضا المشمولين بهذا اللقاح وبالدرجة الأولى وبسبب أن كمية اللقاح قليلة جدا ستكون الأولوية للأشخاص الذين لم يصابوا بهذا الوباء من قبل. في كردستان أكد المتحدث باسم وزارة صحة الإقليم السحويزي أن جميع الاستعدادات مهيئة لاستقبال لقاح كورونا حتى يتم التوزيع بشكل دقيق وباعتماد المعايير العالمية.
كل الإمكانيات ستكون متوفرة مع طبعا في حال إيصال الفاكسين لتتوزع بشكل صحيح ودقيق مثل الستاندردات العالمية التي تتبع سواء من قبل منظمة الصحة العالمية أو منظمة العالمية للدواء والأغذية. إلى ذلك حدد وزير الصحة حسن التميمي الفئات التي لها الأولوية في تلقي لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا. التميمي أوضح أن الأولوية في تلقي اللقاح للعاملين في القطاعات الصحية والأجهزة الأمنية الذين هم على تماس مباشر مع المصابين، إضافة إلى من هم فوق 50 عاما، لافتا الانتباه إلى أن التطعيم سيشمل كل الفئات المحددة من قبل خلية الأزمة. لذلك أعطينا الأولوية للعاملين بالقطاع الصحي في مراكز كورونا، وإن شاء الله أيضا تم تحديد الفئات المشمولة وهي منتسبي وزارة الصحة الأعمار فوق 50 سنة. غدا يعني بإذن الله سنبدأ بالمراكز الصحية في المناطق الشعبية. نبقى في بغداد أو إلى بغداد، حيث تظاهر العشرات من أهالي مدينة الكاظمية اعتراضا على قرار حظر التجوال الجزئي وإغلاق محالهم التي توفر لهم لقمة العيش. وطالب الأهالي بإلغاء الحظر الجزئي المفروض في بغداد وبقية محافظات البلاد باستثناء إقليم كردستان، مؤكدين في الوقت نفسه رفضهم تطبيق قرار الحظر الكلي الذي أوصت به وزارة الصحة، لأنه سيترك تأثيرا سلبيا في أوضاعهم المعيشية. ويسري حظر تجوال جزئي في البلاد لغاية الخميس المقبل وسط ترجيحات بتمديده أو فرض حظر تجوال شامل لمدة أسبوع على الأقل. أمنيا، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الهجمات التي تستهدف القواعد العسكرية تضر بالتقدم الذي يحققه العراق، مجددا التنويه إلى ضرورة إخراج البلاد من الصراعات الإقليمية والدولية. وشدد الكاظمي خلال ترأسه جلسة المجلس الوزاري للأمن الوطني على أهمية المضي في الحوار والاتفاق على جداول زمنية لمغادرة القوات القتالية الأجنبية، مبينا أن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة أثمر حتى الآن عن خروج 60% من قوات التحالف بلغة الحوار لا بلغة السلاح. إلى ذلك، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان اعتقال شخصين، أحدهما المسؤول الرئيسي عن تنفيذ الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل مؤخرا. وعرض الجهاز تسجيلا مصورا لاعترافات المسؤول الأول عن الهجوم، والذي اعترف على مجرمين آخرين شاركوا في تنفيذ الهجوم الصاروخي على أربيل. تتم ملاحقة 2 منهما من قبل الأجهزة الأمنية الآن، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق تمت مشاركتها مع الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي. هذا وأكدت خلية الإعلام الأمن استهداف قاعدة عين الأسد غربية محافظة الأنبار بعشرة صواريخ من طراز جراد دون وقوع خسائر بشرية تذكر، فيما أشار مصدر أمني إلى العثور على منصة الإطلاق في منطقة الدولاب القريبة من قضاء هيت. من جانبه، أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن جميع الصواريخ سقطت في محيط القاعدة ولم تلحق أضرارا مادية أو بشرية بالقاعدة، مبينا أن عمليات التحقيق والبحث ما زالت مستمرة وأن جميع المعلومات أولية وغير نهائية. هذا وأعلنت مصادر أمنية وفاة متعاقد مع قوات التحالف جراء ذلك الهجوم. بدوره، دعا القيادي في الحشد العشائري بناحية البغداد المحاذية لقاعدة عين الأسد قطر العبيدي، دعا إلى تجنيب الناحية آثار الصراعات الخارجية التي تلقي بظلالها على الوضع الأمني فيها، مبينا أن ناحية البغداد خرجت حديثا من حرب طاحنة مع داعش الإرهابي خلفت دمارا واسعا.
نرفض استخدام أرض ناحية البغدادي كتصفية الصراعات الخارجية أو تصفية ما بين الأعداء. اليوم ناحية البغدادي لديها دور مهدمة ولديها نازحين. اليوم بدينا نعمر، احنا اليوم خارجين من نكبة قوية وهي حرب عصابات داعش. نعود اليوم إلى المربع الأول وهو مربع الانفجارات ومربع العداوات والدمار. من هذا المكان نناشد السيد رئيس الوزراء والناشد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع منع أي صراع داخل هذه الناحية لكون الناحية هي منكوبة. وفي تلك الأثناء أوضح المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل وايان ماراتو أن قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات التحالف استهدفت بعشرة صواريخ صباح اليوم. وأشار المتحدث في تغريدة له عبر تويتر إلى أن الجانب العراقي يقود إجراءات التحقيق بالحادث، وسيتم الإفصاح عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة. من جانبه عزا القيادي في المشروع العربي وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي القصف الذي تشهده مناطق في ديالى، عزاه إلى وجود الطائفية المخيفة، مؤكدا أن قذائف الهون التي سقطت على عدد من القرى أمس الأول انطلقت من مناطق تخضع لسيطرة القوات الأمنية والعشائر. هناك الصراع الطائفي الخفي، أستطيع التعبير بالخفي، موجود على الأطماع على الأراضي. ما حصل قبل ليلة أمس قصف لمناطق بزايز بوهرز بالهاونات له تأثيرات سلبية على كل ديالة. اليوم المناطق اللي موجودة وتم إطلاق الهاونات منها مناطق المفروض تحت سيطرة أجهزة الدولة وتحت سيطرة العشائر. هذه العشائر اللي تطلق منها الهاونات يجب أن تسأل. إذن بذريعة مطاردة الإرهاب وتطهير المناطق منه تتعرض بساتين وأراضي زراعية في ديالى إلى عمليات تجريف يصفها أهلها بالإعدامات الجماعية للثروة الزراعية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. التغيير الديموغرافي للمناطق، هكذا أطلق على عمليات تجريف البساتين في ناحية جلولاء أثناء العمليات العسكرية. ورغم كل الجهود المبذولة من قبل القوات الأمنية الموجودة لتوفير الأمن، إلا أن الضحية هم الأهالي. عملية تجريف الأراضي الزراعية في مناطق ديالة ممكن أن تمنهج تغيير ديموغرافي، لأن هذه الأراضي تم تجريفها من قبل جماعات متنفذة في داخل المحافظة، لأن تم استغلالها من قبل بعض العناصر الإرهابية كمضافات لتهجير القرى المجاورة لها. على القوات الأمنية في المحافظة والحكومة المركزية اتخاذ إجراءات قانونية رادعة للحفاظ على الأمن في داخل المحافظة. نزوح جماعي لأغلب القرى في حال استمر التجريف وقطع أرزاق الساكنين هنا، فالزراعة هي المصدر الوحيد للعيش، واستمرار التجريف بحجة الإرهاب قد يكون رصاصة رحمة أخيرة لبقاء هذه العوائل. بالنسبة لعمليات تجريف البساتين اللي ترافق العمليات العسكرية في ناحية جلولاء ومناطق أخرى، أعتقد أن هذه العمليات التجريف تحديدا كارثة على المنطقة بشكل عام. جميع هذه القرى هي تحتاج على الزراعة وتحتاج على هذه البساتين، فعمليات التجريف بمعنى هي رصاصة رحمة في لوجود هذه القرى. وأعتقد أن عمليات نزوح ستكون كبيرة إذا فعلا تم تجريف البساتين في حوض الشيخ بابا. الإجراءات غير قانونية ولا يحق لأي جهة بالتصرف بهذه البساتين إلا بعد موافقات قضائية، وما يحدث غير مجد لتوفير الأمن هناك، وعلى الأجهزة الأمنية تغيير خططها لحفظ الأمن بدلا من تدمير الثروة الزراعية، يقول مختصون. بضع إرهابيين يختبئون في بساتين وأراض زراعية يتسببون بتجريفها وتهجير أهلها وإفقار أصحابها في عمليات تجري تحت غطاء تطهير المناطق من الإرهاب، بينما الأبرياء هم المتضرر الأول.
عقد الأمين العام للمشروع العربي في العراق الشيخ خميس الخنجر اجتماعا مع قيادات المشروع في محافظة ديالى للتباحث بشأن أهم التحديات التي تواجه المحافظة ووضع السبل التي تسهم بتجاوزها. الشيخ الخنجر أكد خلال الاجتماع على ضرورة تلبية مناشدات الأهالي وتقديم العون على مختلف الصعد للتخفيف من معاناتهم. بدورها أشادت قيادات المشروع بالأولوية التي يشدد عليها الشيخ الخنجر للمناطق المنكوبة والمتضررة جراء الحروب منذ بداية النزوح حتى اليوم. كردستان تكشف عن المتورطين بقصف أربيل وصواريخ جراد تستهدف عين الأسد، فيما الكاظمي توعد لن نسمح بمنطق السلاح ولا أحد فوق القانون. أما الآن ينضم إلينا الخبير الأمني ربيع الجواري. أهلا بك سيد ربيع. إذن يبدو أن هناك مرحلة تصعيد جديدة سيدي، هل من الممكن أن طبعا بعد استهداف قاعدة عين الأسد بعشرة صواريخ، هل من الممكن أن تتخذ الإدارة الأمريكية أيضا رد فعلها، يأخذ منحا تصاعديا وربما يكون الرد في العراق؟ كانت المرة الماضية أكثر دبلوماسية في الرد. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك سؤدد. يعني حقيقة أنت إعلامية رائعة وأني معجب بطروحاتك على قناة الفلوجة حقيقة. شكرا لك. اليوم ما يجري في العراق اليوم يعني مأساة كبيرة. ما يتم استهدافه هو لزعزعة أمن العراق. بالطبع الرد الأمريكي سيكون قاسيا وعنيفا جدا. وأيضا مثل ما تعرفين أنه قبل أيام كان استهداف لفصائل مسلحة تابعة للدولة الإيرانية في سوريا وهي تابعة للعراق أيضا يعني. ولذلك اليوم ما ممكن الإدارة الأمريكية أن تسكت على العنجهيات اللي تستخدمها إيران ضد الدبلوماسيات اللي موجودة في العراق سواء أمريكا أو سواء غيرها. اليوم حقيقة إيران تصيد بالماء العكر، ويمكن أنا أقول يعني اليوم إيران ذاهبة إلى طريق يمكن سوف يؤيد أو سوف ينهي حياتها اليوم. يعني سياستها أصبحت موضوحة للقاصي والداني، سياستها أصبحت واضحة للجميع، سياستها أصبحت واضحة لكل مستويات الرد الأمريكي. سيد ربيع، يعني ما مستويات الرد الأمريكي خاصة بعد يعني إلقاء القبض على اثنين من المتورطين بالهجوم الأخير على مدينة أربيل، ويجرى حقيقة البحث عن متورطين آخرين هاربين حتى الساعة، ويبدو أيضا أن هناك مشاركة للمعلومات بين حكومة إقليم كردستان، مكافحة إرهاب إقليم كردستان، بالإضافة إلى بغداد والتحالف الدولي. هل هناك من مؤشر ما يفهم من ذلك؟ نعم، هناك مؤشرات كثيرة سيسودد، مؤشرات يعني واضحة للأعيان. هناك أحزاب اليوم تقود الدولة العراقية هي من تطلع بهاي الأمور. أقولها بكل أمانة وبكل صراحة، يعني هناك أحزاب تابعة للدولة الإيرانية هي من تقود مثل هذه الميليشيات وتعمل على زعزعة الأمل في العراق أو في إقليم كردستان. إحنا ست سوداد، إحنا أكثر من 800 شهيد في ساحة الأحرار وأيضا شهداء في ساحة الحبوبي في الناصرية. من المتسبب ومن القاتل ومن قتلهم ومن قتل زميلنا المحلل الأمني هشام الهاشمي؟ خلينا نكون واقعيين سودت. هناك أحزاب لعلمك أنا أقولها ومن خلال فضائيتكم اللي ما تقول إلا الحقيقة أقولها، أنا في أربيل تعرضت إلى تهديد ودير بالك لا تحكي
لا تحكي على ميليشيات إيران. وهنا هم قانطين في كردستان، قانطين وساكنين في كردستان. طيب. وهاي للتاريخ أريد أقولها. نعم طبعا نرجو لك السلامة بالتأكيد سيد ربيع، لكن هناك ربما حدث تاريخي مهم يتعلق بزيارة البابا، إلى أي مدى ستؤثر أو يؤثر التصعيد على تلك الزيارة؟ لا سمح الله، هل هناك من رسائل ربما ستمرر عبرها تعرقل تلك الزيارة، خاصة أن البابا مصر على إجرائها في موعدها؟ والله ست سؤدد الله يوفق البابا في زيارة العراق وفي زيادة في أعمام الأمن والسلام في جميع ربوع العراق، ولكن الحقيقة هناك ميليشيات طائفية تسعى إلى ثني البابا عن هذه الزيارة، ولكن هو مصر وأنا أحييه على هذه الزيارة، هو مصر أن يزور العراق، وأيضا يوصل رسالة للعالم أن العراق ليس بلد المسلمين، هاي الحقيقة الثابتة، وهو ليس بلد طائفة معينة على حساب طائفة معينة، ولكن في العراق طوائف كثيرة، سنة شيعة مسيحيين كرد عرب شيعة يعني أي أزيدية، فإحنا نريد نوصل نريد العراق يعيش بسلام، ما ممكن. وأنا بصراحة أقول لك بكل أمانة وبكل صراحة، زيارة البابا هي رسالة السلام إلى جميع دول العالم، فقول إيران كافي تلعب بديلها بالعراق، كافي بطلي وكافي لا تلعبين. طيب سيد ربيع، يعني نستثمر وجودك يعني معنا للحديث عما يجرى في محافظة ديالى من تجريف للبساتين الزراعية كإجراء متبع من قبل القوات الأمنية في تلك المحافظة، يعني هل المشكلة وربما هذا للمرة المئة يحدث في تلك المحافظة، هل المشكلة في التكتيك المتبع من قبل القوات الأمنية أم هناك رؤية أخرى أمنية؟ أختي سؤدد، المشكلة هي أنه مع الأسف قواتنا الأمنية اليوم مسيسة لجهات سياسية، القوات الأمنية ليست مهنية اليوم، يعني احنا أنا ضابط عسكري قبل 2003 ما كنا نشوف هاي الأمور، اليوم القوات الأمنية من تتحرك في منطقة معينة تتحرك وفق إملاءات الكتل السياسية اللي هي يعني غالبة واللي هي متمكنة. اليوم الحقيقة التجريف في ديالى ليس فقط في ديالى، أقول بكل أمانة وبكل صراحة، احنا أنا قايلها وأنا ابن مدينة الموصل وابن مدينة نينوى، التجريف في نينوى اشتروا مباني حكومية من قبل طوائف ما نعلم منهم من أي جهة أتوا، وأيضا في صلاح الدين وفي ديالى وفي ربما الأنبار تكون الأكثر استقرارا من جميع المحافظات. توضحت الصورة. إذن الخبير الأمني ربيع الجواري، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. أكد وزير المالية علي علاوي عدم وجود أي قضايا فنية تعرقل تمرير الموازنة في البرلمان، فيما أشار إلى أن سعر صرف الدولار قرار حكومي لا يمكن تغييره. وقال علاوي أن سعر صرف الدولار مرتبط بين وزارة المالية والبنك المركزي، وأنه مهم جدا ولا يمكن تغييره حسب الرغبة على حد وصفه، مرجحا وضع ضريبة الدخل على جميع الرواتب. تصريحات وزير المالية بعدم تغيير سعر الدولار واجهت موجة انتقادات كبيرة، خاصة مع تضرر الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود من قرار التغيير والذي سبب ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. يتطلب إصلاحات أساسية وجذرية. سعر الدولار قرار حكومي لا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة، ونتوقع أن يضع مجلس النواب ضريبة دخل على جميع الموظفين. هذا ما صرح به وزير المالية علي علاوي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية،
تصريحات أثارت امتعاض الشارع، خاصة في ظل موجة الغلاء الفاحشة في الأسواق جراء ارتفاع أسعار صرف الدولار. ما يهم هذا الموضوع، المواطن ماكله. يعني بطل الزيت كان بألف وربع، بطل الزيت باثنين ونص، صندوق الزيت صعد 25,000 دينار. مو المواطن ماكله والفقير ماكله، متقاعد يستلم ياكل، ما يستلم ما ياكل، الموظف يستلم راتب ياكل، ما يستلم ما ياكل، عالم كله عايش على الراتب، والورقه صعدت 25,000 دينار، كله حق المواطن. ويرى اقتصاديون انه مع ارتفاع اسعار النفط اصبح من الممكن ان يعود سعر الدولار الى وضعه الطبيعي عند 1182 دينار، حيث كان سعر برميل النفط المقترح من الحكومة في مسودة موازنة 2021 42 دولار، وبإيراد سنوي يقدر ب50 مليار دولار، على اعتبار أن العراق يصدر 3,250,000 برميل يومياً. وبعد مناقشات اللجنة المالية في مجلس النواب وأخذها بنظر الاعتبار زيادة أسعار النفط، تم وضع 52 دولار للبرميل، أي أن الإيرادات ستكون 60 مليار دولار سنوياً إذا ما صدر العراق كمية النفط الواردة، وبالتالي فإن الزيادة الحاصلة بالإيرادات ستكون بحدود 10 مليارات دولار، وهذا مقارب للمبلغ الذي أريد استحصاله من عملية رفع سعر صرف الدولار إلى 1,450 دينار. رغم زيادة كميات النفط وارتفاع أسعار النفط اللي ممكن تعوض عن العجز الموجود بالموازنة، لكن وجدوا أن هاي العملية هي المنقذ لهم بمعزل عن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل وانعكاسات على السوق. ويؤكد مراقبون أن إعادة النظر بقرار رفع سعر الدولار سيعمل على إنهاء الجدل وسيمنع آثاره السلبية ومشاكله الاجتماعية والاقتصادية وربما السياسية، خاصة أن العراق يعيش حالة معقدة اقتصاديا واجتماعيا. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. شهدت بغداد العاصمة تضاعف أسعار البضائع بسبب رفع سعر الدولار، بالتزامن مع إصرار وزارة المالية بالتمسك بقرار خفض قيمة الدينار وتلميحها إلى إمكانية فرض ضرائب على الموظفين لإنعاش عجز الموازنة. شكر صعد، الزيت صعد، التمن صعد، المواد يعني عندك التمن من 41 للخمسينات 53 54، هذا يأثر على السوق على العالم، حتى السوق هم ماتينا نزل، الحركة ما سوقها مقلت، العالم ما عاد فلوس تسوق، منين يجيب العالم؟ ما عنده منين يجيب؟ غاض كلها كانت بالدولار عندها 125، كانت غاض مثلا الفاصوليا، الحمص، العدس، الباقلة كلها كانت على 2000، هسه صارت الباقلة 2.5، الحمص 2.5، الدولار أثر علينا على الوضعية مالتنا، على اسم الوضع مالتنا تأثر، هنا الجملة كانت أثرت كلش مو طبيعي، وأذونا أذية يعني فدنوب، يعني الدولار يعني من كان 125 هسه 147، الشركات تقسم على 47، الصيافة تقسم على 46 47. ارتفاع الدولار فد خطأ ارتكبتها الحكومة، وهذا الخطأ يعني سبب خربطة بالسوق، يعني لأنه السوق ارتفع بشكل مو طبيعي والتجار استغلوها. يعني قبل مثلا مشتري الحاجة خلينا نقول بألف دينار، من زاد الدولار سواها 1,500، بينما هي ما تزيد هالقد، المفروض يسويها 1,250 هيك يعني. فالناس استغلت ارتفاع الدولار والتجار ايضا، والضرر بها الوحيد الضرر بها المواطن. قرار رفع سعر صرف الدولار رفع معه الأسعار وزاد من الغلاء المعيشي، فمادة الزيت بمحافظة النجف على سبيل المثال ارتفع سعرها بنسبة 100%. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي. بعد قرار رفع سعر صرف الدولار من قبل البنك المركزي العراقي، ارتفعت معه أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة كبيرة تصل إلى 100%، كما حصل مع زيت الطعام. عندنا الزيت الحاجة الأساسية هي للمواطنين، كان الكرتون ينباع بالجملة 21,000 دينار، المفرد ينباع البطل ب1,000 دينار للمستهلك. هسه البطل على لبو الجملة يجي من المعمل 2,400 دينار. زين أبو الجملة بيش يبيع؟ خلي يبيع 2,500. زين الرقابة وين؟ وزير المالية وين؟ الدولة وين؟ مجلس النواب وين؟ تجار هنا في النجف
طالبوا الحكومة والأجهزة الرقابية بأخذ دورها بشكل جدي وتشكيل مفارز اقتصادية خاصة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، معللين ذلك بجشع بعض الموردين لهذه المواد. الرقابة ماكو، السوق كل من يبيع بكيف، التجار كل من يبيع بكيف. هذا الزيت يعني الدولار صعد لشقد 30,000، الزيت صعد له بالكرتون الواحد 25,000 دينار. زين يعني ما معقولة، ماكو صعود هيك بالعالم كله. أريد الحكومة تراقب الوضيع، تراقب الجسمة. يعني هسه هم مثل ما محتارين هسه بحضر الناس، هم خلي شوية يديرون بالهم، يفترون على الشركات، على أصحاب الجملة، على الجسمة، يعني الناس شنو ذنبها. مواطنون اشتكوا من الارتفاع الكبير بسعر زيت الطعام، حيث وصل سعر العلبة الواحدة قرابة الدولارين بعدما كانت ب1,000 دينار فقط، وسط مخاوف من عدم السيطرة على ارتفاع الأسعار قياسا بالأجور التي يجنيها ذوي الدخل المحدود. أنا بطل الزيت صار 3.25، 3.25 أنا اشتغل ب10، يعني روح كل يومين بطل زين 10,000 المن يصيرن تمن دهن شكر. حظر للتجوال وتوقف للأعمال الخاصة بالفقراء مع ارتفاع لأسعار المواد الغذائية ينذران بكارثة اقتصادية كبيرة يقع ضحيتها الفقراء. من النجف مثنى العيساوي، قناة الفلوجة. على وقع استياء التاجر والمواطن من ارتفاع الأسعار، وزير المالية يعلنها خفض قيمة الدينار لا رجعة فيه. أما الآن ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ باسم أنطوان. أهلا بك أستاذ باسم. قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي وحسب وزير المالية عبد الأمير علاوي لا رجعة فيه، قرار لا رجعة فيه، ذلك القرار حتى الساعة أضر بالمواطن، لكن نسأل هل جاء بنتيجة؟ هل أحدث فرقا يذكر؟ شكرا جزيلا، تحيتي لكم وإلى مشاهدي قناة فلوجة الفضائية. يعني للأسف الشديد، رغم الملاحظات العديدة اللي أعطيناها حول رفع قيمة الدولار وتخفيض الدينار العراقي، لكن لم يؤخذ بها مع الأسف، لأنه هذه العملية عندما تخفض قيمة عملة دول تقدم عليها مثلا الصين وغيرها دول أخرى، الهدف هو أنه أنت تصدر بضاعة إنتاج محلي للخارج حتى يكون لديك منافسة قوية مع السلع والبضائع الأخرى. أنت بالعراق لا يوجد فائض بضاعة، أنت اقتصادك استهلاكي كله، بالعكس أنت انعكست سلباً. أولاً ارتفعت أسعار السلع والبضائع بشكل عام، صار تضخم نقدي. النقطة الأخرى صار انكماش اقتصادي، يعني الآن تذهبين إلى الأسواق انخفضت القوة الشرائية مع المواطن، وبنفس الوقت ضعف الطلب على السلع والبضائع وما قدم شيء للقطاع الإنتاجي. أنت عندما تريد أن تعالج الاقتصاد، الفوضى الموجودة بالاقتصاد، عليك أن تزيد القطاع الإنتاجي وتحسن وضعه، الإنتاج الداخلي، تشغل المصانع، تشغل الزراعة، السياحة، راح تحقق نمو اقتصادي حقيقي، مو نمو اقتصادي على الورق بالأرقام. أنت رفعت قيمة الدولار، خفضت قيمة الدينار العراقي 23.5%، يعني كمن مديت يدك في جيب كل عائلة وكل مواطن عراقي وأخذت هل من الممكن ما يمتلك. هل من الممكن أستاذ باسم أن يسوء الوضع في الفترة المقبلة في ظل هذا الإصرار على إبقاء سعر صرف الدينار العراقي كما هو، ولم يترافق ذلك مع حزمة من الإجراءات، على سبيل المثال دعم الفئات الفقيرة ما إلى ذلك؟ نعم، يعني هو العملية الهدف منها الإصلاح الاقتصادي، لكن هذا لا إصلاح اقتصادي ولا تحسين اقتصاد، لأنه عمليا أنت خفضت الدخل لكل عائلة عراقية عندما رفعت قيمة الدولار، خفضت الدينار. لكن احنا من حسن الحظ ربما رب العالمين ما ينسانا، عندما رفع أسعار النفط وكنا نتوقع يعني أن ارتفاع أسعار النفط مع تحسن الوضع الصحي والشفاء من كورونا
واكتشاف مجموعة علاجات راح يحسن الوضع الاقتصادي العالمي، صار طلب على النفط أكثر من العرض وارتفعت أسعار النفط. اليوم تكلم بال 65-66 دولار سعر برميل النفط. كل دولار يرتفع برميل النفط يقلل من العجز بالموازنة تريليون ونصف دينار. هذه حقيقة ثبتناها، والآن احنا حوالي أكثر من 18-19 دولار ارتفع سعر برميل النفط عما كان بالموازنة الأولى 42 دولار. بمعنى احنا قللنا العجز بالموازنة إلى ما يقرب من 25-26 تريليون دينار، وهذه فد بنفت للموازنة العراقية. لكن هل ستنعكس إيجابا؟ وعدوا أنه سيوسعون من شبكة الحماية الاجتماعية، سيعالجون قضايا الأجور اليومية والعقود، لكن لحد الآن ما ظهر شيء على أرض الواقع. وهذا يبدو استطيبوا في هذه العملية. وهذا وفر لهم مبلغ يعني، وهذا يأخذنا إلى الموازنة يعني، أستاذ باسم مبلغ ما يتراجعون عنه. هذا يأخذنا إلى موضوع مشروع قانون الموازنة لهذا العام، يعني مع كل الملاحظات التي تم تثبيتها من قبلكم ومن قبل بقية أهل الاختصاص فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة لهذا العام، تأخر إقرار ذلك المشروع كم أيضا سيضر بالمشاريع، كم سيضر بحركة السوق؟ بالتأكيد التأخر في تشريع قانون الموازنة شل الحركة الاقتصادية. اليوم ترين أبسط شخص بالأسواق هذا اللي يبيع الماسك ويبيع السجائر وبيع أي شيء ينتظر صدور الموازنة، لأنه هناك كثير من الديون في حالة تسديد. يعني القطاع الخاص اللي هو معول عليه الداينامو في عملية الإصلاح الاقتصادي، من نقاط الضعف أنه ما مشغل إلى القطاع الخاص. القطاع الخاص يطلب الحكومة ما يقرب 40-50 تريليون دينار. لو سددت هذه الالتزامات لخلقت نشاط اقتصادي بالسوق وصار استجابة، لكن هذا أصاب شلل الآن. عملية الاستيراد شبه متوقفة، الكل واضع عينه يتوقع أنه ربما يتراجع الدولار ويعيدون. أنا لا أعتقد سيتراجع ولن يغيروا، أكبر دليل وزير المالية أقدم عليه اليوم. عند البنك المركزي العراقي ارتفعت الأرصدة، نعم ارتفعت، لأنه أنت سعر الدولار ارتفع قياسا بالدينار، وهذه العملية عقبها انكماش اقتصادي. لكنه ماكو زيادة بالقطاع الانتاجي، انت ما شغلت القطاع الانتاجي، الناتج الإجمالي المحلي ما ارتفع بالدولار، ارتفع بالدينار، لكنه عمليا انعكس سلبا على المواطن العراقي الفقير بالذات صاحب الدخل اليوم. الخبير الاقتصادي الأستاذ باسم أنطوان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. مع خلوها من القوانين المهمة، عقد البرلمان جلسته الاعتيادية متضمنة استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ومناقشة قانون مواجهة جائحة كورونا، فيما خلت الجلسة من مناقشة أهم استحقاقين في المرحلة الحالية، وهما قانونا المحكمة الاتحادية والموازنة العامة المتمثلان بإقرار الموازنة وإجراء الانتخابات المبكرة. إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية عن عدم التوصل إلى نتائج ملموسة بشأن قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية في اجتماع البرلمان مع قادة الكتل السياسية. وأوضحت المصادر أن كتلا سياسية جددت مطالبتها بالتعديل على فقرات قانوني الموازنة العامة والمحكمة الاتحادية، مرجحة عقد اجتماع آخر لعرض المقترحات والتعديلات للاتفاق والتصويت عليهما. التوافقات السياسية واحدة من أبرز المعوقات التي تحول دون إقرار القوانين في مجلس النواب، وهذا ما يتسبب بمشكلات على الصعيدين السياسي والاقتصادي في البلاد. تفاصيل أوفى في سياق التقرير الآتي.
بعد عام 2003 لعبت السياسة دورها بتدهور أوضاع البلاد في مشهد تعمه الفوضى بعد ولادة المحاصصة السياسية التي أساءت لعموم مؤسسات البلاد وعرقلت إقرار قوانين مهمة بعضها ما زال على رفوف البرلمان ينتظر أن تتوافق عليها الكتل السياسية كقانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقانون الأحزاب وتعديل الدستور. ليس بالضرورة أنه عرقلة، وضروري أن القوى السياسية أغلبيتها كتفكير حزبي يكون دائما بهذه الطريقة، هو أن تريد تمر قانون الذي يخدم مصالحها الحزبية، وجودها السياسي، وجودها في المشهد، وجودها في الدولة العراقية 100%. هذا التفكير قد يكون حزبي، بنيت عليه المعادلة السياسية بعد 2003. التوافقات بين الكتل السياسية عرقلت عمل البرلمان في إقرار قانون الموازنة للعام الحالي بسبب المصالح الكتلوية والفئوية، ويبدو أن إزاحة المحاصصة من المشهد السياسي تمثل تحديا حقيقيا أمام أي برامج حكومية جديدة. إحنا كلها خلافات، ماكو اتفاقات، بس بعدين بالأخير يتفقون، من صير مصلحة بيناتهم يتفقون، ولا احنا كله جبناها خلافات بالانتخابات، خلافات بكل شيء. شنو الشيء اللي انت متصور اكو بيه خلافات، بس بعدين بالاخير يقعدون يتفقون. عرف المحاصصة أنتج ظاهرة ترحيل القوانين من دورة برلمانية إلى أخرى، الأمر الذي يدل على أن المشهد السياسي فيه الكثير من المشكلات التي تجعل القوانين تسن بآلية حزبية وفئوية ضيقة تبتعد عن المصلحة الوطنية العامة للبلاد. فراس الدليم، قناة الفلوجة، بغداد. الأخبار مستمرة. أكد البابا فرانسيس أنه ما يزال مصمما على القيام بزيارة تاريخية إلى العراق يوم الجمعة المقبل، رغم الهجوم الصاروخي الذي استهدف صباح اليوم قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار. بعد غد إن شاء الله سأذهب إلى العراق لأداء فريضة الحج لمدة 3 أيام، ولفترة طويلة كنت أرغب في مقابلة هؤلاء الذين عانوا الكثير. الشعب العراقي ينتظرنا كما كانوا ينتظرون القديس يوحنا بولس الثاني الذي كان ممنوعا من الذهاب، ولا يمكن للمرء أن يخيب أمل شعب للمرة الثانية. دعونا نصلي من أجل أن تنجح هذه الرحلة. بدوره نقل الكاردينال لويس ساكو رسائل البابا فرانسيس المحملة بعبارات الأخوة والسلام والطمأنينة، مضيفا أن أكثر من 100 شخصية مسلمة ستنضم إلى الصلاة التي من المقرر أن يقيمها البابا يوم السبت المقبل في بغداد. بعد الظهر راح يحتفل بالقداس للمسيحيين وهون بهاي الكنيسة، وحسب الطقس الشرقي لأول مرة بابا يحتفل بالقداس بالطقس الشرقي الكلداني يعني. وأكيد نحن اتبعنا جميع التدابير الوقائية ضد تفشي كورونا، يعني الأبعاد والكمامة والتعقيم يعني. ويعني نحن كثير سعداء بأن هناك أكثر من 100 شخصية مسلمة أيضا تنضم إلينا في هالصلاة، حتى هالزيارة تكون ناجحة لخير العراقيين. وأكد ساكو أن البابا فرانسيس سيقوم بزيارة إلى أماكن تحمل قدسية وأهمية كبرى، لافتا الانتباه إلى أنه سيزور الجانب الأيمن من مدينة الموصل ليظهر للعالم حجم الدمار الذي لحق بنينوى بسبب العمليات الإرهابية. الموصل يزور الجانب الأيمن اللي هو إلى اليوم منكوب يعني خراب يعني، وهناك في حوش البيعة 4 كنائس مهدمة، اللي قريبة أيضا من الجامع الحدبة اللي هو معلم عراقي وأيضا قامة موصلية، ويستمع إلى خبرات مسيحيين وأيضا مسلمين وأيزيديين يعني، وبعده يقول كلمة. بس هالزيارة الموصل بها رسالة أنه شوفوا التعصب والإرهاب شنو ثمرته، شنو النتيجة؟ خراب ودمار وقتل.
في نينوى أكد مدير بلدية الموصل تركيز جهود البلدية على إعمار كنيسة البيعة المهدمة إثر العمليات الإرهابية، وطالب أهالي الموصل استمرار عمليات الإعمار والتنظيف التي سبقت زيارة البابا إلى العراق، مشددين على ضرورة تركيز العالم على حجم الدمار الذي خلفه داعش الإرهابي على تلك المدينة. كما تعلم هي زيارة تاريخية لمدينة الموصل، وسيسلط الضوء على مدينة الموصل من كل أنحاء العالم. ستكون هناك يعني قنوات إعلامية كثيرة، سيكون كل العالم سيرى مدينة الموصل من خلال قداسة البابا. نعم، أصبح هنا تركيز في هذا المكان بسبب هذه الزيارة المهمة والتاريخية. بزيارة البابا راح يكون هناك توجيه ورؤية عالمية لهذه المواقع، لهذا الموقع المدينة القديمة، منطقة حوش البيعة، وأيضا لكل الموصل التي تحتاج إلى الكثير الكثير من أجل هالإعمار. بابا يريد أن يقول الكل أخوة في أي مكان يكونون فيه، وأنا هنا أتيت لزيارة للتعاضد مع كل الفئات، وبالذات المنكوبين إن صح التعبير. مدينة الموصل تحتاج إلى الكثير، والإنسان في الموصل، الإنسان الموصلي ظلم كثيرا، فهذا هو وجود البابا، هو من أجل هاي الفكرة بالذات. نعم، بهالوقت هذا اللي عم تشتغل البلدية والمقاولين والحكومة على مود زيارة البابا، لأن هاي زيارة البابا مهمة عندنا، فبركت يعني نطلب من سيد البابا أن يوصي دول العالم والمنظمات والحكومة بالذات، لأن احنا حكومتنا ما فقيرة، بلدنا ما فقير، أن يوعز بإعمار هاي المنطقة اللي بيها أكثر من 1000 بيت مسيحي كلها مهدومة حتى أساسها ضاع. فنطلب من سيادة البابا الاستمرار بهذا الشيء، ولا بس حكي، نطلب أن فعل. بينما ينتظر العراق والعالم زيارة البابا، 10 صواريخ إجراد تستهدف قاعدة عين الأسد. ووزير المالية عبد الأمير علاوي يؤكد بأن سعر صرف الدينار لا رجعة فيه، وهذا تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الأنبار ومحافظات أخرى تبدأ حملات التطعيم، واللجنة العليا تؤكد لا تغيير على أوقات حظر التجوالي في البلاد. كردستان تكشف عن المتورطين بقصف أربيل، وصواريخ جراد تستهدف عين الأسد، فيما الكاظمي يتوعد لن نسمح بمنطق السلاح ولا أحد فوق القانون. على وقع استياء التاجر والمواطن من ارتفاع الأسعار، وزير المالية يعلنها خفض قيمة الدينار لا رجعة فيه. جلسة تخلو من الأبرز، البرلمان يستجوب الخوالدي ويضع قانوني الموازنة والاتحادية في الأدراج. والبابا يؤكد سأزور العراق رغم الهجمات، ومئة شخصية مسلمة ستنضم لصلاة يقيمها في بغداد. المزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على موقعنا الفلوجة.tv أو من خلال صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية.